بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة مصر وغينيا مباراة تعتبر أقل من المتوسط، مباراة مفروض إن إحنا نكسب بكل المقاييس بكل الحسابات بكل اللوغاريتمات، مصر تكسب هنا وهناك وفي أي حتة. ده فرقة ما بيعرفوش يباصوا 3-4 بساطة على بعضهم، لما تجيب فينا جون تبقى في خلل، في حاجة مش طبيعية لما فرقة زي دي كده تجيب فينا جون. ولكن هنقول الجو، هنقول الملعب، هنقول درجة الحرارة، طيب كل الكلام ده حلو ودايما نقوله ودايما نتحجج بيه والشمعات. طيب انت خسرت 1-0 الشوط الاولاني وشايف الملعب ما فيهوش حد بيقف على الكوره خالص، فنزلت امام اللي مفروض انا من وجهه نظري كان يتعاقب وما يسافرش ويتوقع عليه عقوبه هنا بعد اللي حصل منه الماتش اللي فات، ولكن خوفه من جماهير النادي الاهلي فخده وطلعوا هم برروا كذا ما سواء هو ولا اخوه ان لا ده عنده الحس بالضمه، وفي ناس تقول لك الاماميه وفي ناس تقول لك الخلفيه، لا هو مش قصده ان هو ما يسلمش علينا، هيبه المنتخب راح. انا بكلمكم بجد. وبعد كده اي حد هيب اي لعيب ممكن يعمل اي حاجه ويقبلوها، وهم شكلهم خلاص هم جايين ياكلوا عيش صراحه، يعني لان المفروض ان مش حسام ابراهيم اللي احنا عارفينهم يحصل موقف زي ده الماتش اللي فات وتاخدوا تصفروا وانتوا تطلعوا، انتوا اللي بتطلعوا المبررات، مع العلم ان انت لو خدت موقف وقلت مش هيسافر وهيتخصم منه والله كله جماهير الاهلي قبل اي جماهير تقف وتأيد القرار وتقول لك صح لا يصح الا الصحيح، لان دي القيم والمبادئ، ولكن انتوا خايفين. سيبك من دي، ناصر ماهر الراجل نزل لك في الدقيقه 91 عمل لك انفراد، ولو وقع كان ممكن خد ضرب الجزاء، وقبليها عامل واحده لابراهيم عادل في ال 18. طب وانت قاعد مش شايف الكلام ده؟ وبعدين مصطفى فتحي مفتاح لعبه، انت طلعت محمد هاني، انزل ناصر ماهر عشان يمسكني كوره واخلي عايز تلعب امام لعيبه بقى في الاخر شد واحد زي مروان عطيه او حمدي فتحي اللي احنا بقالنا ساعتين بصراحة مخروبين منه، الساعة ونص اللي احنا بنتفرج عليهم مخروبين منه مش عارفين يباصوا، مروان يدي كرة للناس يا اما يطلعها في الاول، مش ده اللي حصل؟ بعد كده الاتنين الديفنرات ايه حكايتهم؟ ولا بيعملوا ضغط ولا بيمسكوا كرة ولا واحد بيكمل عشان يبقى ورا نص تحت الفيرود وتحت الاتنين اللي هم تحت الفيرود، لا خالص مفيش الكلام ده. فانت اربط بنصر ماهر، اربط منزل ابراهيم عادل يا فرحتي. طب ومصطفى فتحي اللي مكسب بيراميدز ومخلوهم ماشيين في الدوري الاول هيلعب امتى؟ هتلعبه امتى؟ وادي صلاح اللي انت كنت بتقول لا انا عندي 20 لاعب وراجل هو النهارده اللي نقصك، صلاح اللي نقصك النهارده من المقصله. تعادلنا والحمد لله التعادل احسن من الخساره، ولكن صلاح اهو ادي قيمه صلاح اللي انت يعني حاطط راسك براسه ما اعرفش ليه. هتقول لي الخلافات وما اعرفش ايه، ولو ما فيش خلافات والكلام اللي بتحكوا يضحكوا على بعض وعلى الناس، انت عايز انت كنت عايز تغيره النهارده عشان تدي احق للجماهير ان انا لما بيبقى وحش هغيره، بس هو طبعا ما رضيش وما وافقش وخلاك شكلك وحش قدام مصر كلها، لان ده ما تغيروش حتى لو هو عظمه في قفه ما يتغيرش الا لما اصابه هو اللي يطلبها زي بتاعه الامم الافريقيه، ورغم كده جايب لك جول هو اللي خلى شكلك حلو، واخد بال حضرتك؟ وضيع واحده، هنقول ضيع واحده اللي هي اتشاطت دي وعلت، مفيش حد في الفرقه كلها راح على الجون اللي هو، فانت اللي ضيعت النهارده الاثنين بونت دول لان تغييراتك كلها عقيمه. وادي محمد حمدي اللي انت الماتش اللي فات برجلت الدنيا كلها وكنت فرحان ان فتوح اتصاب عشان محمد حمدي مكانه يبقى، وادي محمد حمدي لعب النهارده اللي انت برجلت الدنيا الماتش اللي فات وحطيت تريزيجيه باك ليفت وحطيت امام عاشور وراه وحطيت محمد عبد المنعم وراه، طب ما تلعب عمر كمال اللي هو المفروض يلعب النهارده، ما اعرفش انت ما لعبتوش ليه صحيح، عمر يلعب على محمد هاني، ايه ميزه محمد هاني؟ قول لي ايه ميزه محمد هاني؟ وبعدين انت غيرته وتلعب زيزو عليه، يبقى بعد كده بقى ان شاء الله في الماتشات اللي جايه في عمر كمال وفي بقى لعيبه تانية انت
انا معاك ان انت مضغوط وبتاع، بس في لعيبه تلعب وفي لعيبه ما تلعبش عشان تكسب. يعني النهارده تكسب لو ما خدتش امام عاشور عشان النيات، والله تكسب. يبقى انت طبقت مبدا اللي هو الصح والغلط، الصواب والعقاب، واخد بالك؟ لو انت قعدته هنا في مصر حتى لو يعني هتقول لي لا ما ينفعش، لا استبعده خلاص، هو كانه مصاب ومش هاخده معايا، واخد بالك؟ هتكلم برضو على الشناوي، برضو مصطفى شوبير يلعب، والله يلعب، لان الفرقه ما فيش اي خطوره منها غير الجون اللي هم هيجيبوه عشوائي زي ما جه كده، واخد بالك؟ ناصر ماهر ما يقعدش، مصطفى فتح ما يقعدش. فانت اللي ضيعت بالتغييرات دي، لو انت من اول الشوط الثاني نزلت مصطفى فتح مكان تريزيجيه، واخد بالك؟ او من البدايه خالص اول ما مصطفى محمد اتصاب، مع كل الاحترام لأوفا، مش وقته. يا اما تلعب محمد شريف يا اما تلعب مصطفى فتح، عايزين واحد خبره، يا واحد يجيب جون يا واحد يعمل لك جون. فانت كنت دخلت صلاح راس حربه ونزلت مصطفى فتحي ناحيه الراي، كانت الامور هتظبط. الشوط الثاني انزل ناصر ما، اقسم بالله كنت كسبت، اقسم بانما ايه ابراهيم عادل وايه، مع كل الاحترام ليهم واه مستقبلهم جاي والكلام ده، بس انت هل ابراهيم عادل ده يلعب على احمد عبد القادر لما يرجع، ومصطفى شلبي وحسين الشحات ومعرفش مين تاني، انا مش فاكر بقى مين تاني في الاب ومرموش. فانا بصراحه يعني انا مش لاقي لها حل. اللي انت عايز تعمل تقول ايه؟ ان انا بدفع بناس جديده؟ لا، مش توقيته خالص، مش وقته خالص. انا الماتشات دي الاعب محمد شريف يجيب لي جون، بيعرف يجيب لي جون، يا اما مصطفى فتحي وادخل محمد صلاح، لو اتزنقت انزل محمد صلاح تحت وانزل محمد شريف، واطلع حد من الاثنين البوات اللي في نص الملعب اللي ما كانش لهم اي دور النهارده، ولا الفرقه الثانيه ليها اي دور، ما شفناش اي خطوره، ولا في عندهم لعيب مميز، ولا بنكون مثلا ده بيمسك ده ولا بيقرب على ده ولا بيضغطه، ما فيش الكلام ده خالص. بس انت حاطط دماغك لاعب امام عاشور، طب ليه امام عاشور؟ السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره والخواجه مع جون كوره. والنهارده معانا الكابتن رضا عبد العال بيقول لنا على وجهه نظره في تعادل منتخب مصر، وبيصفه بتعادل افضل من الهزيمه. ونرجع ونقول ان الكابتن رضا عبد العال دايما اراؤه مختلفه ودايما اراؤه مثيره للجدل في عالم كره القدم. ودايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. واسمع رايك في كومنتات. تحياتي احمد الخواجه.